مشاهدينا في كل مكان، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ساعه صبحيه. ربنا يا رب يجعل ايام حضراتكم كلها حب وسعاده ورومانسيه. وحشتونا جدا طبعا، انا اول مره التقي بحضراتكم بعد رمضان وكمان اجازه العيد، واتمنى ان كل البرامج اللي قدمناها لحضراتكم في رمضان وفي العيد تكون حازت على اعجابكم، ونكون خدنا كده وقت صغير حتى من وقت مشاهدتكم للتلفزيون. وان شاء الله هنكمل معاكم ساعه صبحيه، واتمنى ان فقراتنا ان شاء الله يكون فيها طبعا ما يهم ويفيد حضراتكم. لازم الانترو التقليديه اللي لازم نتكلم فيها النهارده على الاحباط اللي اصبنا بيه من اول ما دخلنا كاس العالم. لاول مره مش هقول لكم نبقى متفائلين، لاول مره مش هقدر ابقى طالعه اتكلم على الناحيه الايجابيه. هو في ناحيه ايجابيه بس واحده احنا حسينا بيها، هي ان احنا فعلا دخلنا او وصلنا كاس العالم بعد 28 سنه، وفكينا نحس الجون بتاع طبعا الكابتن القدير مجدي عبد الغني، وجبنا جونين في كاس العالم والحمد لله والشكر لله. بس مش هو ده اللي احنا كنا عايزينه. انا بس بقول كده ليه، لانه اللعيبه زعلت شويه من رد فعل الناس القاسي. ما انت على قد المعزه زي ما بيقولوا كده بيبقى على قد الزعل. احنا كنا مستنيين اداء افضل، كنا مستنيين اداء احسن. طيب حصل المأساة اللي حصلت في مباراة روسيا وخسرنا، وكان الأداء غريب جدا، واستغربنا إيه اللي حصل في الشوط الثاني. الناس جت لها صدمة، كنا عاملين شوط أول حلو، طب إيه اللي حصل بعد كده؟ كمان مباراة السعودية، وطبعا أنا ببارك للسعودية الشعب الشقيق، مبروك وألف مبروك، وأنتوا لعبتوا كويس وعملتوا مباراة كويسة فتستحقوا الفوز، مبروك، ما بنقولش حاجة طبعا، إحنا أشقاء. لكن ايه اللي وصلنا للمرحله دي، وليه الاداء بتاعنا كان محبط للغايه، وليه كنا في عندنا ملاحظات كتير قوي قوي. وطبعا هيكتور كوبر لا تعليق، واعتقد ان هو لو نزل القاهره الناس هتستقبله استقبال بصراحه يعني يليق بيه. وكويس انه دكتور كرم كرد قال لك خلاص احنا مش هنجدد التعاقد مع هيكتور كوبر مره ثانيه، وخلاص كده احنا مش عايزين نتعاقد. طيب ايه اللي حصل بقى، وايه اللي وصلنا للمرحله دي، ومش عايزين برضو ننسى في ظل اللي احنا بنتكلم فيه ده ان احنا بقينا كلنا بنتكلم في الكوره، حتى الناس اللي ما بتفهمش في الكوره وانا منهم وما بتفرجش على كوره اصلا، بقينا المباريات اللي هي بيلعب فيها المنتخب مصر كلها تلاقيها قاعده عامله كده، اتفرجوا على الكوره وبيشجعوا والناس كلها اللي ما تعرفش لعيبه وانا برضو منهم بقيت عارفه محمد صلاح، وده بقى بالنسبه لنا ايكون كده، يعني حاجه تريد مارك زي ما بيقولوا، ماركه مسجله. انا بمناسبه محمد صلاح مش عايزين نيجي على الراجل ده، الراجل ده رغم اصابته نزل، ورغم ان هو كان تعبان وكان بعيد عن الملاعب بقاله فتره بسبب الاصابه عمل اللي عليه، وكل ما كان بينزل بيجيب جون. عايزين ايه، اصل هو مش بيلعب لوحده، فعايزين نعمل هاشتاج كده شكرا محمد صلاح، لانه فعلا الراجل ده يستحق التقدير بصراحه، وما ينفعش ناخده بمبدا السيئه تعم والحسنه تخص. الراجل ده بجد بجد لازم نقول له شكرا، الراجل ده عمل اللي عليه رغم اصابته. بس دي الناحيه بتاعه اللعيبه، هيبقى في ثواب وعقاب زي ما بيبقى في تكريم، هنعرف ايه اللي حصل، الجهاز الفني حصل له ايه، لازم يبقى في كده يعني اجراءات تتاخد، لان دي سمعه مصر واسم مصر. ومحدش يقول لي الحمد لله احنا مجرد ان احنا وصلنا كاس العالم ده شرف لينا، في ناس كتير بتقول كده، بس الاغلبيه العظمى زعلانه، كانت مستنيه ان المنتخب ده والجيل ده يعمل حاجات او اداء افضل من كده. بس بقى يعني لينا احنا بقى كمشجعين بصراحه ما ينفعش ان احنا نذبحهم، ما ينفعش ان احنا نقول الفاظ مش حلوه، ما ينفعش ان احنا نهاجم بالطريقه دي، لان ده برضو شكلنا ومظهرنا قدام العالم. يعني الناس والاتوبيس بتاع اللعيبه امبارح كان معدي بيشتموهم، دي مش اخلاقنا ودي مش روحنا الرياضيه. هم اخطاوا يوصلوا بلدهم ويبقى في مؤتمر صحفي والناس زي ما احنا شهرناهم وزي ما احنا دعمناهم نحاسبهم، بس بشياكه وبروح رياضيه وباخلاقنا، لان دي اخلاقنا، ما ينفعش نشتم، ما ينفعش نذبح. فيعني خلينا بس نتحلى، هو دي الحاجه الوحيده اللي هطلبها، لان مش هقول ان احنا ما نزعلش، احنا كنا مستنيين بصراحه حاجه تفرحنا في ظل اللي احنا حسينا بيه الايام الاخيره، كنا مستنيين الكوره تغير مودنا شويه. قبل ما انسى، مش هينفع اقول شكرا طبعا او انسى اقول شكرا لعصام الحضري اللي هو اكبر يعني حارس مرمى في منتخب في تاريخ المونديال، شكرا. هو قام امبارح باداء مشرف، وعلى سنه وعلى خبرته وعلى ادائه وتجربته في حراسه المرمى الراجل يشكر. ده برده مش هينفع نقول له انت وحش او انت ما اديتش، لا. امبارح كان في ناس كتير قوي شايفه ان هو رجل المباراه.
مش عارفه ليه احنا بس عندنا ارتكاريا من الدقيقه 90 وكده، احنا اتغلبنا في ال 94. يعني انتوا فين؟ انتوا ليه ما بتاخدوش بالكم من الحاجات الغلط اللي هي واضحه، اللي هو كل فرقه جايه تلعبنا بتبقى بتتفرج على الماتش عارفه نقاط الضعف، هم عارفين ان احنا في الاخر بنفقد التركيز وبنفقد حذرنا. انا ما اعرفش بصراحه ايه اللي حاصل، ما اعرفش ازاي حاجه زي دي ما بناخدش، وكل مره هي نفس السيناريو. الشعب كله بصراحه والناس حتى اللي ما بتفهمش في الكوره زعلانه ومتضايقه، بس احنا بنامل ان شاء الله ان احنا في كاس العالم اللي جاي يا رب نوصل، ما نوصلش بالصدفه، ويبقى ادائنا افضل ونتعلم من اخطائنا. وما تنسوش الروح الرياضيه لما الفريق يوصل، المفروض ان هو يوصل النهارده المفروض تقريبا الساعه 12، يعني نحاول نبقى هاديين كده ونتعامل معاهم برده بذوق واحترام، لان هم دول لعيبه مصر يعني، واخواتنا واهالينا لازم يعني يعاملوهم كويس، وكل المشجعين، عشان ما ينفعش نذبحهم ونتعامل بشكل غير لائق. اتمنى يا رب النصر المصري في كل المجالات مش بس في الكوره، وفي حاجات تانية كتير احنا عايزين نركز عليها، ويعني في بعض الالعاب الاخرى بنحرز فيها ميداليات فلازم نركز عليها، نبعد عن الكوره لحد ما يتحسنوا شويه وبعدين نرجع لهم. تعالوا نسمع الاغنيه ونرجع مره تانية بعد الاغنيه بروح ايجابيه وتفاؤل ان شاء الله.